السلام عليكم، هل تعلم ماذا يحدث إذا استحم الزوجين معا؟ معلومة سوف تصدمك من الغرابة، أخبرنا عنها الرسول صلى الله عليه وسلم. سنتعرف عليها الآن، ولكن قبل أن نبدأ لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة لنستمر معكم إن شاء الله. قد يستغرب العديد من الأزواج من هذا الموضوع، وقد يرونه بأنه لا يجوز أو إنه يبقيك على جنابة، بل بالعكس، فقد ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم إنه كان يستحم مع أمنا عائشة رضي الله عنها ولم يكن في ذلك حرج. ويروى عن معاذ عن عائشة رضي الله عنهما قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد بيني وبينه، فيبادرني حتى أقول: دع لي دع لي، قالت: وهما جانبان. وأيضا من فوائد اغتسال الزوجين معا ما يلي: زيادة الرومانسية بينهم عند التخطيط للاستحمام معا، فهو وضع مثالي لزيادة المزاج الرومانسي لديك ولدي زوجتك. عند الاستمتاع بالماء الدافئ والصابون ورائحة الجسم الجميلة معا، يخلق ذلك تجربة حسية رائعة. بالإضافة إلى ذلك، كل منكم يكون على مقربة من جسد الآخر. على سبيل المثال، بدلا من التصارع أثناء الاستحمام، حاول التفكير في خلق جو مرح بينكم للاستمتاع بالتجربة معا. كسر الروتين، زيادة عمر العلاقة الزوجية، زيادة روح الدعابة بينهم، البقاء بصحة جيدة، زيادة الثقة بالنفس وتوفير الماء. وبهذا فإن الإسلام قد أجاز استحمام الزوجين مع بعضهم البعض، وهذه أحاديث صحيحة تثبت أن استحمام الزوجين معا يجوز ولا حرج فيه، كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. روى البخاري ومسلم عن أم سلمة رضي الله عنهما قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة. متفق عليه. وفي لفظ للبخاري: من إناء واحد نختلف منه جميعا. ولمسلم: من إناء بيني وبينه واحد، فيبادرني فيه حتى أقول: دع لي دع لي. وفي لفظ نسائي: من إناء واحد يبادرني وأبادره حتى يقول: دع لي، وأنا أقول: دع لي. روى البخاري في الصحيح برقم 250 عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. فالمرجو مشاركة هذه المعلومة مع الأصدقاء لكي لا يحرموا أنفسهم من هذه المتعة التي أحلها الله ورسوله. شكرا لكم على المشاهدة، لا تنسوا مشاركة الفيديو والإعجاب به والاشتراك بالقناة.